العيلة خمسة، والله الحادثة صارت معي بال 2012 أول الأحداث. طلعت أني تا أشتغل السوق عتال، وجت الطيران، صار قصف وشالت إيدي وعيني. كنت أشتغل وعايش وراعي غنم يعني، ومعيش هالعيلة الحمد لله. بس والله أسا من الحادثة ما أقدر لا أشتغل ولا شي، راحت إيدي وراحت عيني، اللي تحسن لنا اللي يجيب لنا يعني لقمة العيش، أو عايشين.